السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجن، وان شاء الله النهاردة عندنا مراجعة لطلاب الصف الثامن الفترة الدراسية الأولى مادة اللغة الإنجليزية. هنحل اختبار نموذج شامل بإذن الله من أول سؤال لآخر سؤال. أولا أحب أقول لك إن الاختبار هيكون سهل، ثانيا أحب أقول لك أنت لو ذاكرت هتجيب درجة كويسة، ثالثا أحب أفكرك إن الاختبار العام الماضي كان فيه أنماط أسئلة أكتر من اختبار السنة هذه. يعني السنة اللي فاتت كان أول سؤال سؤال كلمات، بعدها سؤال القواعد، بعدها سؤال المواقف، بعد كده أسئلة السيت بوك، بعد كده التعبير، وأخيرا القطع. كان عندهم 6 أسئلة في الاختبار. أنت السنة دي عندك أول سؤال كلمات، بعدها سؤال القطعة، بعدها سؤال قواعد، بعدها سؤال التعبير. يعني اتلغى سؤالين عندك في الاختبار، فده أحسن ليك، فمالكش عذر إنك ما تجيبش درجة كويسة. عموما أنا همسك معاك الاختبار سؤال سؤال من ال4 أسئلة، هقول لك تعمل ايه، النصائح اللي انت المفروض تتبعها عشان تجيب درجة كويسة فيها، محتاج تراجع على ايه بالظبط عشان تقدر تحقق الدرجة المناسبة في الجزء ده، واخيرا اودي شكر توجيه منطقة الاحمدي اللي انا بعمل الفيديو ده على الاختبار اللي هم اعلنوا عنه او وضعوه على الموقع عندهم وتم نشره على التليجرام، لان لو ما كانش الاختبار متوفر انا ما كنتش هقدر اقدم الفيديو ده لكل الطلاب، لان انا لما احب اقدم محتوى اقدمه على بناء او اساس جيد، ومفيش احسن من حاجه موثقه من التوجيه. فمشكورين طبعا، ومشكور برضو توجيه منطقه الجهره والتعليم الخاص، لانه برضو قدموا، انا شفت لحد دلوقتي 3 نماذج، حاجه جيده، واتمنى ان المناطق الاخرى تقدم برضو نماذج تجريبيه، لان ده هيفيد الطلاب انهم يتدربوا على ماده جيده، وفي نفس قوه الاختبار اللي هيتم الاختبار عليه او هيتم اختبارهم عليه. صح، كفايه كده في المقدمه، نبدا. قبل ما انسى، ما تنساش دعمك المباشر للحلقه ديت، لايك، واشترك في القناه لو انت مش مشترك، لان السنه الجايه هقدم حاجه جديده للصف التاسع باذن الله، وده غير الترم الثاني جاي ان شاء الله. واخر مناسبة، اخر تعليق جيد منك، ولو انت عندك استفسار في الحلقه على اي شيء تقدر تكتب وقت الجزئيه اللي انت بتسال عنها في الحلقه، عشان اقدر اضغط عليها او اعرف انت بتسال على اي جزئيه في الحلقه بالظبط، فارد على الاستفسار اللي عندك بسرعه ان شاء الله. والاختبار ده احتمال اعمل لينك ليه في فيديو تحت الحلقه، في الرابط اولاني في اول تعليق، او احطها في الوصف على موقع للرفع، لان ممكن الاختبار ده في السنين القادمه ما حدش يدور عليه، يجي يدور ما يلاقوش، فانا هحتفظ بيه ان هو يبقى مرتبط بالفيديو هذا عشان ما حدش يضيع منه ان شاء الله، في اختبار منطقه الاحمدي تجريبي للصف الثامن. نبدا، طولت عليكم انا اسف. بسم الله. اهلا بكم مره تانية لكل طلابنا الاعزاء في المرحله الثامنه. احب اقول لكم واوجه لكم تاني، الاختبار ان شاء الله هيكون سهل ومش هياخد منكم وقت. نبدا طبعا الاختبار 60 درجه يا شباب. اول سؤال هيكون سؤال الكلمات. في سؤال الكلمات انت عندك 14 درجه. سؤال الكلمات نفس الانماط القديمه، ما تغيرش، هو ولكن مع اختلاف طبعا الكلمات، لان كلمات المنهج القديم غير المنهج الجديد خالص. نشوف كده من الاول. ماي فاذر، ابي، طبعا هيجي لك جمل، 4 جمل زي ما انت شايف، 1 2 3 4، وهيجي لك تحت كل جمله 4 اختيارات A B C D. والسؤال الثاني من الكلمات هيجي لك 5 كلمات، وهيجي لك 4 جمل بتحط الكلمه المناسبه في الفراغ المناسب. طب استاذ انا عندي سؤال مهم جدا في الموضوع ده، انا لما باجي انا حافظ كلمات المنهج. اوكي، انت راجل زي الفل، حافظت كل كلمات المنهج، يونت 1 2 3 4 5. اوكي، 100 100، حفظت 6 وحدات، 6 كلمات، 6 كلمات، 6 وحدات كل الكلمات اللي فيهم. طيب ايه مشكلتي؟ انا مشكلتي لما اجي اقرا الجمله ما بفهمهاش يا مستر. يعني انا دلوقتي عارف كل الاختيارات معناهم ايه، ولكن الجمله نفسها انا مش فاهم. طيب واحد السبب المشكله ديت، واتمنى ان انت تحاول تعالجه ان شاء الله للفتره الجايه، الاختبار الجاي وللسنين القادمه، لان ده لو انت عالجته مره هترتاح منه كل مره ان شاء الله. الموضوع عباره عن ان انت لما تقرا اكتر، لما تحل اسئله اكتر، لما تقرا دروسك في المدرسه اكتر وفي الكتاب، لما تهتم بكل كلمة بتظهر قدامك انت مش عارف معناها وتسأل على معناها، او تدور على معناها وتكتبه بايدك وتكتب الكلمة انت يعني بايدك وتحطها في جملة او تستخدمها في اي حاجة، اعرف ان انت في الوقت ده الكلمة ديت مهما تقابلك في اي مكان هتعرف معناها. غير كده مفيش حد هيقدر يساعدك ولا يخدمك، لان انت ما ساعدتش نفسك انك تحفظ معاني كلمات زيادة اكتر من اللي موجود عندك، لان انت بتتعامل مع لغه، انت بتتعامل مع كيان كبير، ازاي تتعامل معاه من غير ما تكون فاهمه؟
انا ما بقولكش احفظ كل كلمات الانجليزي، مش انا نفسي مش حافظ كل كلمات اللغه الانجليزيه، ولكن الاغلبيه اللي بتظهر في اللغه الانجليزيه اي كلمه بتظهر قدامي في جمله حتى لو كلمه جديده انا بدور على معناها. احيانا انا بسمع كلمات من طلاب عندي انا اول مره اسمعها، وحصلت معايا من فتره، من ما فيش ده الاسبوع اللي فات، ولد قال على كلمه قال تقريبا هي كذا، قلت له انا ما اعرفش الكلمه دي، تعال ندور عليها، وفتحت قاموس وكتبت الكلمه وطلعت الكلمه كذا، هو كان عنده خطأ فيها صغير وانا استفدت منها وهو استفاد والصف كله استفاد. فبالتالي انت لما تمر عليك كلمه ما تسيبهاش وتعلمها، اوكي؟ يبقى حلك في السؤال ده مهما يقابلك من كلمات لازم تكتب المعنى بايدك وتعرفها وتقراها تاني وتالت لحد ما تبقى موجوده في دماغك. اوكي، نشوف كده السؤال الاولاني. My father, Abby, not to buy me a brand new car when I finish secondary school. أبي فراغ ليشتري لي سيارة جديدة عندما I finish، أنا أنتهي من مدرسة المدرسة أو المرحلة الثانوية. أوكي. Imported استورد، promised وعد، reflected عكس، provided زود أو وفر. هو قال when، عندما I finish أنتهي من المرحلة أو المدرسة الثانوية. يبقى my father promised me، وعدني، promised to buy me. يبقى الإجابة هنا بالمنطق كده لون أصفر، ممتاز. promised وعدني لسه كده تمام، وعدني ان هو يشتري لي السياره عندما انتهي من المرحله الثانويه. اوكي. رقم اثنين، overweight الوزن الزايد، weight اللي هو وزن، over يبقى وزن زايد، is considered يعتبر a or n. ليه هو ليه بيجيب لي a or n؟ دي بتلخبطني، انا مش فاهمها. انت في عندك قاعده واخدها في الصف السابع ويعني منشند كده بشكل خفيف في الصف الثامن، ان لما يجي لك اي اسم مفرد، اي اسم مفرد اول حرف ساكن بتجيب قبله a، يعني مثلا a car، a tree، a book، واي اسم مفرد اول حرف فيه متحرك بنجيب قبله an، زي مثلا an elephant، an ink، an ant، an insect. يبقى هو، طب هو ليه برضه مانيش فاهم ليه جايب لي a و an؟ اوكي، لو تلاحظ كده في الاختيارات عندك كلمه arrow اول حرف a واللوجن اول حرف اي، الكلمتين دول بيبداوا بحروف متحركه، يعني ده معناه ان لازم يسبقهم ايه؟ اداه نكره ان، والبارل وكوميونتي اول حروف فيها ساكنه فلازم يسبقهم ا. فهو دلوقتي حاطط لك اربع اختيارات فيهم الا والان، لو هو حط لك ا فقط من غير الان يبقى انت لو انت طالب دارس كده وشاطر في القاعده اكيد هتعرف ان الاختيار المناسب هيكون اما مثلا لو هي ا بارل او كوميونتي، ولو الاختيار الان موجوده بس يا فقط يبقى انت عارف ان بي ودي مش معاك، يبقى الاجابه واحده من الاثنين اما A او C. طب نشوف كده، overweight is considered يعتبر، صباح الخير يا حمود عامل ايه؟ ها؟ الحمد لله. طيب ثواني جاي لك نكمل، احمد صح من النوم بس. رقم اثنين، فاتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفرق ما بين الاي والان. فهو هنا الجمله بتقول overweight الوزن الزايد is considered يعد او يعتبر A or N to join سعد العبد الله بوليس اكاديمي، للانضمام الى اكاديميه سعد العبد الله للشرطه. طيب arrow سهم، barrel عائق، illusion وهم، community مجتمع. الاجابه واضحه، overweight is considered الوزن الزايد يعتبر عائق للانضمام، لان ما فيش شرطي متين حيل يعني كده، معقوله ده اوفر ويت؟ ده مش ويت، ده اوفر ويت، يعني الموضوع صعب قوي. رقم ثلاثة، the cinemas and the food court، ساحة السينما واللي هي السينمات، اسف، السينمات and the food court، وفود كورت اللي هي ساحة الطعام، المكان المخصص للطعام، are designed to be in، مصممين ليكونوا فيه. نقط، buildings مباني، مباني ايه؟ اكيد قبلها صفة هتبقى ايه؟ stingy بخيل، harsh قاسي او جاف، countless غير معدود او لا يعد، separate منفصل. the cinemas السينمات and the food court وساحة الطعام are designed to be مصممين ليكونوا in separate building مباني منفصلة. هنقول مباني لا تعد؟ ما تجيش خالص، هنقول مباني جافة او قاسية، مباني بخيلة،
ما تمشيش. We can go camping these days. يمكن these days we can go camping. ممكن نقدر نعمل تخييم الأيام هذه. As the weather. بحيث أن الطقس إيه؟ Great and cool. Great رائع، cool منعش، الجو في منعش. Frequently بشكل متكرر. Unfairly بشكل أو على نحو غير نقول إيه؟ ظالم. Unfairly غير عادل. Exceptionally استثنائي استثنائي. Securely بأمان. We can go these days as يمكن أن نروح camping تخييم as بحيث أن الطقس في هذه الأيام great رائع cool exceptionally، لأن كلمة exceptionally بتدي الاستثناء للأشياء أنه بيكون بانطباع حلو، بيكون أن ده حاجة جميلة بقت للأفضل. فهو هنا الجو دلوقتي يمكن أنه نذهب للتخييم لأن الجو استثنائي مش قادرين، يعني رائع رائع وبارد والدنيا زي الفل وبعده عن المطر. السؤال التاني أو الشق التاني من أو الشكل التاني من سؤال الكلمات هيجي لك كلمات زي generation جيل، lack ينقص أو نضرب أو يفتقر إلى improve يحسن أو يطور، infection عدوى أو مرض، hire يستأجر. هيجي لك كلمات إما مثلا ثلاثة صفات اتنين أفعال أو ثلاثة أسماء اتنين أفعال أو ثلاثة أفعال اتنين أسماء. المهم إن هيجي لك ثلاثة من نفس النوع واتنين من نفس النوع، سواء أسماء صفات أفعال حال phrasal verbs أفعال مركبة أو حروف جر. نشوف كده كده وكده مش هيفرق معانا لأن أنت محتاج المعنى، خلي بالك ودي أسهل ليك عن النظام القديم أحسن. If you لو أنت determination you عزيمتك you won't be able to overcome the hardships of life. You won't be able to لن تكون قادر على overcome تتغلب على hardships الصعوبات of life في الحياة. If you إيه؟ أولا خلينا هنا نستخدم typing. If you لو أنت تفتقر إلى determination الإصرار والعزيمة. If you lack لو أنت مفتقر إلى الإصرار والعزيمة مش موجودين عندك you won't be able to overcome the hardships of life، لن تكون قادر على التغلب ومواجهة الصعوبات في حياتك. اوكي younger اللي هم الصغيرين، بس ايه الصغيرين؟ should know يجب ان يعرفوا what our grandfathers يجب ان يعرفوا ما كان عليه اجدادنا اللي هم ابائنا القدام grandfathers to keep this country طبعا المفروض دي كلمة country safe للإبقاء أو المحافظة على هذه الدولة آمنة أو إنها تكون في أمان. يبقى younger إيه؟ generation الجيل الجديد أو الجيل الصغير يجب أن يعرف دور آبائنا وأجدادنا القدام المحافظة على أو أمان. ينفع نحط improve يطور، should infection عدوى، hire يستأجر. الإجابة الوحيدة المنطقية generation. وكل مرة باجي أشرح بنسى أوجه المعلومة دي في الأول. انت لو طالب شاطر وزي الفل ودماغك شغالة معانا كده، يا ريت لو انت بتتابع الحلقة من الصف الثامن قبل ما انا اجاوب انت توقف الفيديو وتكتب الاجابات، خمسة اجابتها كذا، ستة اجابتها كذا، سبعة اجابتها، تمانية اجابتها، وتشوف نفسك مع الشرح اللي انا بقوله انت جاوبت صح ولا غلط. ساعتها يبقى احنا الاثنين استفدنا، انا استفدت ان انت شفتك بتجاوب صح ومبسوط بانجازك، في نفس الوقت انت بتستفيد مني لو في كلمة انا بترجمها لك وباكد لك على اجابتك او بعدل لك الاجابة بتاعتك. رقم 7 washing hands غسل الايد regularly بانتظام and carefully وبعناية وبحذر is a good way هي طريقة جيدة to reduce لنقلل the risk of مخاطرة ايه؟ ها الاجابة صح، غسيل اليد بانتظام وبحذر او بعناية طريقة جيدة لتقليل مخاطرة infection العدوى، ان انا اصاب منك بمرض او بشيء عن طريق الاتنقل لي عن الايد او الكلام ده. teachers المعلمين advise their students بينصحوا طلابهم to read لقراءة او ليقرأوا short stories قصص قصيرة to their reading skills. شوف لما تلاقي reading skills listening skills English language اي حاجة traveling abroad وجاي بعد كده السفر الخارج وبعد كده جاي لك English language، اعرف ان الاجابة improve ليطور او يحسن هنا من هنا مهارة القراءة.
امبرو. وانا برضو بوجه لكم النصيحة بناء على هذه الجملة، ومن غير الجملة دي دايما اسعى انك تقرأ كتير، كل ما تقرأ كل ما انت يكون عندك الكلمات ومحصلتها اقوى، وبتفيدك كمان في موضوع التعبير. يعني القراءة بتفيدك انك تكتب موضوع تعبير بشكل جيد. ننتقل من هنا الى السؤال الجاي، الا وهو سؤال، حد فاكر هيبقى سؤال ايه؟ القطعة. جود. وننتقل الى سؤال القطعة. اوكي، سؤال القطعة شباب هو اسمه قطعة reading comprehension، اسمه قطعة الفهم والاستيعاب. قطعة الاستيعاب يعني انت مطالب انك تفهم القطعة كويس، تقرأها كويس مرة واثنين وثلاثة لو لازم الامر. طب استاذ، ما انا لسه لحد دلوقتي برضو بتواجهني نفس مشكلة سؤال الكلمات اللي فوق، انا بيجي لي كلمات ما بفهمش معناها او ما بعرفش معناها. واحد، من المستحيل ان كل الكلمات اللي في القطع انت ما تعرفهاش، اكيد في كلمات انت تعرفها كويس. لو سمحت، الكلمات اللي انت عارف معناها ممتاز، استخدمها ووظفها صح. يعني انت عايزني اوظفها صح؟ يعني انا اوديك لرقم اتنين، الكلمات اللي انت مش فاهم معناها من خلال فهمك للقطعة من الكلمات اللي انت عارف معناها تقدر تخمن المعنى، تقدر تستوعب وتدرك معناها من خلال الحوار اللي موجود فيها. يعني هو انا ممكن اعرف معنى كلمة من غير ما اكون ذاكرته قبل كده؟ ايوه، لو انت قدرت تخمن وتخمينك يكون جيد. طب انا ازاي اقدر اخمن واتاكد؟ الموضوع ده لازم يجي بالتدريب. انت عندك الفرصة دلوقتي، من دلوقتي ما ينفعش انك تدخل اختبار الفاينل، اختبار الميد تيرم نص السنة او الفاينل اخر العام، وانت ما حلتش الا قطعة واحدة او قطعتين مع استاذك. ولازم تحل بنفسك، مش حد يكون عطيك الاجابة جاهزة. يعني انت لازم تحل بنفسك مرة واثنين وثلاثة، على الاقل تتدرب على ما لا يقل من 6 إلى 10 قطع علشان تكون واثق تماما ان انت هيكون عندك اسلوب الحل لكل سؤال، ازاي تقدر تلاقي الاجابة جوه القطعة. خاصة إن الأسئلة دلوقتي أكتر من الأول، كان الأول 4 أسئلة اختياري، لا دلوقتي عندك 6 أسئلة اختياري، 6 أسئلة بيمسكوا القطعة بيفلتروها لك من الألف للياء، فأنت لازم تكون فاهمها كويس. وكمان في سؤالين في الآخر كمان، يبقى أنت عندك 8 أسئلة على القطعة، هتعمل إيه؟ فرجاء اتدرب من دلوقتي وابدأ معايا من دلوقتي. أوكي، نقرأ مع بعض القطعة. أنا دايما بحب أنصح إن الطلاب يقرأوا الأول الأسئلة، ولكن عشان وقتك ووقتي في الحلقة وفي الفيديو ما أطولش عليك، أنت الأول لازم تقرأ الأسئلة، وإحنا بنقرأ الأسئلة هوضح لك كل سؤال بيسأل عليه وعايز إيه منك. أوكي، نشوف القطعة بتقول إيه ونفهمها. Nowadays you can find fast food restaurants is almost every in every in almost every big city. في الوقت الحالي يمكن أن تجد مطاعم الطعام الأكل السريع في الغالب في أغلب المدن الكبيرة. Most people، أغلب الناس، prefer fast food restaurants، يفضلوا مطاعم الأكل السريع. Speed and price، السرعة والسعر، make them the favorite restaurants، بيخلوهم هم المطاعم المفضلة. Some people don't want to spend a lot of time preparing food، بعض الناس ما بيحبوش يقضوا وقت أطول في إعداد الطعام. So لذلك they can order what they want and eat it in about 15 minutes، ممكن يطلبوا اللي هم عايزينه وياكلوه تقريبا في خلال 15 دقيقة. That's why they are called، ده عشان كده احنا بنسميهم fast food restaurants، مطاعم الأكل السريع. The prices are also cheap because of the large number of meals sold every day، والسعر رخيص بسبب العدد الضخم اللي بتباع او العدد الكبير اللي بتباع من الوجبات كل يوم. الفقرة الثانية، people like to be comfortable and enjoy their food، الناس بتحب انها تكون مرتاحة وتستمتع بطعمها. The famous fast food restaurants like Hardee's، المطاعم الاكل السريع المشهورة مثل Hardee's، make sure that، بيتأكدوا ان a beef burger، البرجر اللحم in Kuwait، في الكويت، tastes the same as the one in New York، نفس مذاق أو نفس طعم اللي موجود في مدينة نيويورك. And not different from the one bought in London، وليس حتى مختلف باللي موجود في لندن. An example، مثال of fast food is beef burgers، هو البرجر بيف. They have too much salt، موجود فيها salt، ملح كتير، fat، دهون كتير، and spices، وتوابل. This mixture، هذا الخليط of fat، sugar، and salt، fat اللي هو الدهن،
sugar اللي هو السكريات، salt الملح، set off the pressure chemicals in the brain. set off تطلق العنان ليه. the pleasure chemicals هرمونات او حاجة زي كيمياء السعادة in the brain. that is why people هذا هو سبب people like having fast food بيحبوا الطعام السريع. but ولكن some people بعض الناس say that بيقول they are not good for health ليس جيد للصحة. they don't have the important food elements لا يوجد فيهم العناصر الأساسية للطعام. okay which التي هكلمك ديت في الأسئلة إن شاء الله بتاعت التي دي which أو who تبقى حظك حلو لأقولك. our bodies need اللي أجسادنا بتحتاجهم. الفقرة الأخيرة food experts خبراء الطعام advise us بينصحونا. خلي بالك us يعني نحن زي we بس هذا مفعول ضمير مفعول. not to eat لا نأكل tinned food الطعام المعلب because it is not fresh ليس طازج. sometimes في بعض الأحيان fast food is not well protected ليس محمي جيدا from من dirt الوساخة dust التراب and insects والحشرات especially خاصة flies الحاجات اللي بتطير اللي هو الذباب. such food مثل هذا الطعام doesn't also have enough proteins and vitamins لا توجد فيه البروتينات اللي انت محتاجها ولا الفيتامينات. so لذلك eating fast food every day انك تاكل طعام سريع كل يوم leads to يؤدي الى horrible fatness. طبعا انا مش هوضح كلمة horrible لان احنا عايزين نعرف معناها تحت او عكسها حسب السؤال. fatness اللي هي السمنة او البدانة. and causes ويسبب many dangerous diseases امراض كثيرة متعددة خطيرة like heart attacks السكتة القلبية او الجلطات القلبية ربنا يكفينا الشر ويحفظنا ويبعد عننا وعن السامعين. and high blood pressure وضغط دم مرتفع. اوكي قرأنا القطعة وفهمناها فهمتها من اول مرة. اوكي عايز تسمعها مرة تانية اسمعها. اوكي وطبعا احنا بنقرأ بعينينا ما بتقرأش زي ما انا بقرأ كده في الامتحان قراءة بالعين. نشوف كده مع بعض. اول سؤال the best title يعني ايه لما تشوف كلمة best title يا ترى best title دي لها معنى. طبعا best title معناها افضل عنوان معناها افضل عنوان. المرة دي محمد هو اللي صح مش احمد. طيب في افضل عنوان بنعمل ايه؟ افضل عنوان بنختار الاجابة الصحيحة من اللي فوق. احنا في عندنا اربع اختيارات dangerous diseases امراض خطيرة proteins and vitamins البروتينات والفيتامينات healthy food and restaurants الطعام الصحي والمطاعم fast food and its bad effects الطعام السريع واثاره السلبية. طبعا انت لو جيت تقرأ في اول فقرة خالص هتلاقي موجود nowadays you can find fast food هتلاقي القطع كلها بتتكرر فيها fast food fast food fast food. يبقى انت لما تمسك القلم وتلف في القطعة هتعمل ايه؟ لما تمسك القلم وتلف في القطعة هتلاقي ان العنوان ظاهر قدامك واضح ان الاجابة هي مين؟ fast food. خلينا كده نغير هنا اللون اوبس رحنا نموذج اختبار تاني نغير اللون وتبقى الاجابة fast food and its bad effects. ممتاز. السؤال الجاي هو عبارة عن the where what does the underlined pronoun الضمير pronoun underlined يعني تحته خط pronoun الضمير which كلمة which in paragraph 2 refer to خلي بالك لما يجي لك refer to معناه تشير إلى أو تعود على. تشير إلى أو تعود على ده معناه إن أنا عايز أقولك إن الإجابة هتبقى قبلها على اليسار. الأول نقرأ الأربع اختيارات beef burgers sugar and salt food elements pressure chemical. اوكي انا قلت pressure pleasure chemicals نطلع فوق لي which ادي كلمة which صح. انا قلت لك الاجابة فين قبلها على اليسار يعني انت ما تروحش كده لو رحت كده يبقى انت مشيت غلط انت تروح الجهة التانية كده تقرأ الجمل they don't have the important food elements. انا عملت ايه؟ انا قرأت الجملة من اولها علشان افهم which دي كانت تعود على مين قبلها. they don't have هم لا يملكون the important الاهم food elements العناصر الغذائية المهمة which التي our bodies need. يبقى التي دي تعود على مين؟ تعود على the important food elements.
اوكي خلي بالك، يبقى حظك حلو لو جالك هو او ويتش. ليه انا قلت لك هو او ويتش؟ لان هو او ويتش دايما بيتعود على اللي قبلها بالظبط، في الغالب هتجيلك على اللي قبلها بالظبط، يعني هتجيلك مباشر، انما في المرحله الثانويه ممكن تيجي بعيد عنها شويه. هو ويتش بتعود على اللي قبلهم. ممكن لو جالك هي يبقى تعود على مفرد مذكر عاقل، لو جت شي تعود على مفرد مؤنث عاقل، لو جت ات تعود على مفرد ها غير عاقل، ولو جت ذي تعود على جمع سواء عاقل او غير عاقل، مؤنث او مؤنث او مذكر. اوكي يبقى هنا refer to دي تعود على اهو food elements زي ما قلنا فوق. نخليها باللون الاخضر حسب اللي عشان تبقى الاجابه واضحه، اللي هي باللون الاخضر food elements. ممتاز. السؤال اللي بعده، what is the meaning؟ يعني ايه كلمه meaning يا شباب؟ meaning معناها ايه؟ meaning معناها معنى الكلمة، عايزين معنى الكلمة. ايه ده؟ وممكن يجي لي شكل تاني؟ اه ممكن يجي لك مش meaning، ممكن يجي لك opposite. يعني ايه opposite؟ ضد او عكس الكلمة، ضد او عكس الكلمة. طيب انا لما الاقي كلمة opposite يبقى انا محتاج الاول اترجم الكلمات اللي قدامي. اوكي كلمة the underline يعني تحتها word herbal in paragraph 3. لو انت طلعت فوق للفقرة كده هتلاقي الكلمة موجودة هنا مظللة ومعلمة. طب ايه فين الفقرة التالتة؟ أنا أعرف الفقرات منين؟ شوفوا يا شباب ده كل الفقرة قدامك صح؟ خليني هنا أستخدم، إحنا شغالين بالتايبنج صح؟ نعمل هايلايتنج ونجيب لون البنفسجي. شوف كده الفراغ ده مش هيعلم. أنا عايز، طب في أي حاجة تعمل شيبس أشكال؟ ممتاز ده. شوف كده هنا في ايه؟ هنا في فراغ، وهنا في ايه؟ هنا برضو في فراغ، وهنا في ايه؟ وهنا في فراغ. الفراغ الاولاني ده معناه ان دي القطعه، الفقره الاولى في القطعه، والفراغ الثاني ده معناه ان دي الفقره الثانيه، والفراغ الثالث ده معناه ان دي الفقره الثالثه. يبقى انا بعرف ازاي الفقره الاولى من الثانيه من الثالثه من الرابعه من الخامسه من السادسه من السابعه من المية، ان اي فقره هتبدا لازم يجي في اولها مسافه في الاول، مسافه صغيره زي ما انت بتعمل في موضوع التعبير بالظبط، وهنتعلمه ان شاء الله في تعليمات موضوع التعبير. طيب نرجع كده للكتابه مره ثانيه. احنا عندنا هنا هو عايز معنى كلمه هربل. طب هنعمل ايه؟ واحد، اولا يا سيد فاضل اقرا، نرجع تاني نكتب من بعيد من هنا، اقرا الفقره او الجمله جيدا لتخمين المعنى. يا ترى هيبقى معناه ايه؟ لازم تعمل كده. طب الاول اشوف المعاني اللي تحت. dirty انت عارفها متسخ، healthy صحي، very bad سيء جدا، جدا اوكي، very slow بطيء جدا، اوكي نروح سي جدا. اوكي نشوف كده horrible دي معناها ايه. so eating fast food every day leads to، يؤدي الى ايه؟ horrible fatness، بدانه ايه؟ متانه، فات متين، متانه او بدانه ايه؟ dirty متسخه، صحي سيء جدا، very slow بطيء جدا. اكيد الاجابه واضحه ان هي very bad سيء جدا، ويبقى حظك لو جالك في كلمات انت عارف معانيها. احنا بنجاوب باللون الاخضر. اوكي طبعا الشباب بره صحوا فالصوت اكيد هيبقى واضح ليهمكم في الفيديو. ف السؤال الجاي السؤال رقم 12، what makes fast food restaurants favorite for most people؟ هنا بيسألك سؤال، ايه اللي بيخلي الفاست فود ريستورانت المطاعم الاكل السريع المفضلة عند الناس؟ يا ترى ايه؟ people have much time، الناس عندهم وقت كتير عشان كده بيروحوا المطاعم السريعة. people like speed and price، الناس بتحب السرعة والسعر. people have a lot of money، الناس عندها فلوس كتير. people like to prepare their own food، الناس بتحب تجهز طعامها بنفسها. طبعا الاجابة موجودة فوق في القطع، الاجابة واضحة هنا. خلونا باللون الاخضر the green one. اوبس علمنا على الاجابة. people like speed and price، هتعلم من القطع. حاضر، او شوف كده فوق هنا
لو انت طلعت فوق هنا في القطعة speed and price make them the favorite restaurants، بيخلوها هي المطاعم المفضلة عند الناس، لأن الناس some people don't want to spend a lot of time preparing food، لأن الناس بتقضي ما بتحبش تقضي وقت كتير في إعداد الطعام. أوكي، انطلاقا منها إلى السؤال اللي بعده، one of the following statements، خلي بالك السؤال ده أول مرة يجي وموجود في سادس وفي سابع وفي ثامن وممكن تلاقيه في تاسع كمان، وموجود أكيد في 10 11 12. one of the following statements، واحدة من الجمل التالية about fast food، عن الطعام الصحي، is not true، ليست صحيحة. يعني ايه not true؟ not true معناها ليست صحيحة، ليست صحيحة. طيب هو ممكن يجي لي السؤال ده بشكل تاني، اه ممكن يقول لك are true، كل الجمل true except ما عدا، كلها صحيحة ما عدا، يعني ممكن السؤال ده يجي لك مقلوب، كل الجمل خطأ ما عدا واحدة، يبقى كل الجمل اللي اختارت عندك تبقى خطأ، واحدة بس هي اللي صح. أو يقول لك all the statements or the following statements are true، كلها صحيحة except ما عدا، وأنت تختار الجملة الوحيدة اللي هي خطأ. طيب بالنسبة لنا هنا not true، ليست صحيحة، يا ترى مين فيهم اللي ليست صحيحة؟ نشوف كده هنا بالهايلايتنج واللون الاخضر عشان نجاوب. اوكي نشوف الجمل، واحد فاست فود از فول اوف فاتس، الطعام الصحي الطعام السريع مليء بالدهون، فاست فود از فول اوف سبايسز، مليء بالتوابل، ات از ادفايزبل تو ايت فاست فود ديلي، من ننصح ان احنا ناكل طعام صحي يوميا، بيف برجرز كونتين ان هيلثي فود اليمنتس، البرجر يحتوي على عناصر غذائية غير صحية. طبعا الإجابة C، it is advisable to eat fast food daily. السؤال اللي جاي السؤال رقم 14، what is the author's purpose of in writing this text؟ أوكي السؤال ده برضو مهم، خلي بالك author السؤال رقم 14، what is the author's purpose in writing this text؟ خلي بالك هنا عايزين لون اصفر، هيجي لك هنا author's purpose in writing، او ممكن يكتبها لك the writer's purpose في الأول وفي الآخر، هو عايز يوضح لك إيه؟ ما هو هدف الكاتب؟ يا ترى الكاتب عايز يوضح لي إيه من القطعة اللي مكتوبة قدامي؟ 1 to warn us of eating fast food، بيحذرنا من أكل الطعام الصحي، من أكل الطعام السريع، to encourage people، بيشجع الناس to eat less، إنهم ياكلوا أقل، to protect us from dust and dirt، يحمينا، الراجل عايز يوضح لنا انه عايز يحمينا من التراب والوساخة، to state، ليعلن او يوضح the advantages، مزايا of fast food، الطعام السريع. طيب احنا نقف هنا في سي ودي بعيدة، هو مش عايز دول اكيد، هدفه مش كده. واحد to warn us of eating fast food، بيحذرنا من الطعام السريع، ولا to encourage people، بيشجع الناس to eat less، انهم ياكلوا اقل. لا هو مش عايز ياكل، مش عايز الناس تاكل خالص fast food، يبقى هو هنا الاجابة ايه؟ to warn us، بيحذرنا of eating fast food، من اكل الطعام السريع. ليه؟ لان لو انت فاكر في اخر القطعة موجود ان الطعام السريع بيؤدي لايه؟ eating fast food every day leads to horrible fatness and cause many dangerous diseases like heart attack and high blood pressure، يعني بيؤدي لأمراض قاتلة فورا، ربنا يحفظنا جميعا. السؤال الجاي، why are the prices of fast food meals are cheap؟ الله، why يعني كلمة why، why معناها لماذا، why معناها لماذا. يبقى انت هنا طالما السؤال جاي بلماذا، يبقى انت عايز سبب لماذا الأسعار للطعام السريع رخيصة؟ نطلع ندور في القطعة.
أنا فاكر إنها كانت في الجزء الأولاني. شوف كده، the prices are cheap، الأسعار رخيصة. Are also cheap because بسبب of the large number of meals sold every day، بسبب الإيه؟ الوجبات الكتير اللي بتتباع كل يوم. يبقى نكتب the prices are cheap because the prices are cheap because of the huge number of meals sold every day، كل يوم، بسبب الوجبات الكتير اللي بتتباع كل يوم. تمام، ممتاز. نشوف السؤال التاني. What does eating fast food every day lead to؟ ماذا أكل الطعام الصحي every day كل يوم lead to، يؤدي إلى إيه؟ أنا فاكر إن إحنا شفنا كلمة lead to ديت في جملة كنا معلمين عليها من شوية. شوف eating fast food every day leads to، ده الجاية بالظبط. horrible fatness and causes many dangerous diseases like heart attacks and high blood pressure. يبقى أنت تكتب هنا eating fast food، ممكن ما يكتبش eating fast food، it leads to horrible fatness and dangerous diseases. حبيت تكمل بعد كده للآخر and cause many dangerous diseases like heart attack and high blood pressure. الإجابة صح، لو وقفت هنا برضو الإجابة صح. أتمنى إن يكون شرح القطعة واضح ليك، إزاي تجاوب القطعة، إزاي تقدر تتغلب على مشاكل القطعة. افتكر best title يبقى هو عايز منك أفضل عنوان، refer to يشير إلى أو يعود على بترجع لبداية القطعة، مش بداية القطعة آسف، بترجع للجملة اللي قبلها أو الجملة اللي هي فيها الجزء اللي قبلها على اليسار، وتبدأ تدور اقرأ الأربع اختيارات كويس، وبعد ما تلاقي الإجابة حطها تاني مكانها وشوف الجملة ماشية صح ولا لأ. لو جالك هو أو ويتش يبقى حظك حلو، لأن الإجابة قبلهم مباشرة. بعد كده لو جالك كلمة مينينج وكلمة يبقى هو عايز معنى كلمة، أما لو جالك أوبوزيت يبقى هو عايز ضد أو عكس الكلمة. بعد كده ممكن يجيلك سؤال بدل بيست تايتل أفضل عنوان، يقول لك مين أيديا، الفكرة الرئيسية. لو شفت المين أيديا ما تتخضش، هي نفس الفكرة الرئيسية، ولكن أنت بتعرف هي في أي فقرة وبتقرأ الفقرة كويس وبتطلع منها الفكرة. بعد كده هيجيلك أسئلة على القطعة بتجاوب عليها من جوه القطعة، أو يجيلك مثلا، خلي بالك من السؤال الجديد اللي هو كل الجمل الصحيحة، خلي بالك لازم هيعمل لك الكلمة كابيتال، يعني هو كاتب لك هنا نوت، عملها لك كبيرة بولد كلها وكابيتالايزد عشان يعرفك نوت ترو، كل الجمل ليست صحيحة. المفروض كمان كلمة ترو تبقى بولد، تبقى كابيتالايزد، يعني المفروض تكتب كده نوت ترو، لأن التعليمات اللي احنا خدناها جات لنا إن هي تتكتب بالشكل هذا. يبقى ليست صحيحة except ما عدا، يبقى كل الجمل اللي قدامك خطأ ما عدا واحدة. أما لو قالها لك كل الجمل true يبقى كل الجمل صحيحة except واحدة، واحدة هي اللي بس مش مكتوبة خطأ، وهو عايز اللي مكتوبة دي خطأ. يبقى قال لك not true يبقى أنت هتدور على واحدة صح فيهم، قال لك كلهم true يبقى أنت هتدور على اللي مكتوبة فيهم خطأ، ده معناه إنك محتاج تقرأ النص كويس أو بشكل جيد. بعد كده ممكن يجي لك هدف او غرض الكاتب من النص، هو بناء على الاسئله اللي انا اعرف ترتيبها اللي هتجيلك في الامتحان، يعني النص الاختبار ده مش حاسس ان هو برضه ايه، بناء على التعليمات اللي وصلت لنا من التوجيه، ان اول سؤال هيجيلك اللي هو بتاع refers to اللي هو يشير الى، تاني سؤال هيجيلك معنى او ضد او عكس الكلمه، تالت سؤال هيجيلك المين ايديا الفكره الرئيسيه او العنوان، رابع سؤال هيجيلك purpose of the writing اللي هو هدف الكاتب، بعد كده هيجي لك سؤالين، واحد مباشر من القطعة والتاني ضمني أو تفهمه من القطعة، وبعد كده هيجي لك سؤالين الأخرى عشان تجيب الإجابة السليمة. أتمنى أن القطعة تكون سهلة. شكرا، ما تنسوناش مصارع دعاكم يا شباب، وبالتوفيق، وحل قطع كتير. أشوفكم على خير. أشوفكم على خير، ده لسه في أسئلة رايح أجيبها لكم دلوقتي. ننتقل إلى سؤال القواعد بإذن الله. بالنسبة للسؤال الجاي هو سؤال القواعد. أوكي، سؤال القواعد عليه 10 درجات. طبعا درجة أكبر، الدرجة دبل اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت، كان موجود عليه 5 درجات، فده حاجة كويس. بالنسبة لي أول سؤال في التعبير، أول سؤال في القواعد هيكون عبارة عن
قطعة ويكون فيها في وسطها اختيارات، هيجي لك 3 اختيارات لكل اختيار قدامك. يعني مثلا following follow followed traffic rules is the best way to avoid car accidents. هنا عايزك تعمل ايه؟ هنا عايزك تختار اجابة صحيحة. ترى تختار الفا اي ان جي ولا المصدر ولا الاي دي؟ طبعا الاي دي مستبعد، انت عندك حاجة من اتنين، اما تختار الفا الاي ان جي او الاي دي، لان الاي ان جي يبقى دي قاعدة اللي انت لو عندك اي اسم في بداية الجملة عايز تحطه في الاول يبقى تحطه اسم اي فعل، عايز احوله اسم لازم اعمل له ايه؟ اضيف له اي ان جي، فاقول following. طيب يا ترى هل دي جملة أمرية فاختار فولو، لأن احنا عارفين إن الأمر بيبدأ بفعل بلا أي إضافات. اتبع قوانين المرور هو الطريقة الأفضل لتجنب حوادث السيارات ولا اتباع قوانين المرور؟ هنا الإجابة هتبقى following، الإجابة هتبقى following. طبعا أنا مش هقدر أشرح القواعد في الفيديو المراجعة ده واحدة واحدة، إنما خد الكلام معايا بالكلام كده بالاسترسال، لأن احتمال احتمال من النماذج اللي هتنزل من التوجيهات اجمع لك الاسئله اللي هم يحطوها واشرح لك القواعد بناء عليها، ولكن مش اكيد لسه ما استقرتش انفذها ولا لا. following traffic rules يبقى اتباع قوانين المرور، يبقى احنا اخترنا ليه following؟ لان احنا عارفين ان الاسم لما بيجي في اول القطعه او في اول الجمله لازم اخلي، لما عنديش في اسم اجيب الفعل اللي في اخره ing لانه بيكون اسم. يبقى لو انا عايز احول فعل الى اسم اضيف للفعل ايه؟ ING، واقدر استخدمه فين؟ في بدايه الجمله. يبقى following traffic rules is the best way to avoid car accidents. بالمناسبه قبل ما انا اكمل الاجابات، انت ممكن توقف وتكتب الاجابات مره واحده ورا بعض وتشوف هتجاوب صح ولا غلط. يعني ممكن توقف دلوقتي الفيديو، شغل الفيديو، شوف انت جاوبت صح ولا لا، اختار حتى لو هتغلط ما يخالف، انت بتتعلم علشان تغلط علشان تقدر توصل للصح. افتكر المبدأ ده، انت بتتدرب، انا بدربك دلوقتي وانت بتتدرب معايا دلوقتي علشان لو انت اخطأت تعرف الصح، ولو انت جاوبت صح تبقى انت متأكد ان انت جاوبت صح. بالتوفيق ان شاء الله لكم جميعا. last week الاسبوع الماضي one of my friends عايز اشوف اجاباتك تحت. has had will have a car accident because he. طيب ننسى اللي جاي ده. last week الاسبوع الماضي، يبقى الجمله ماضي. one of my friends، يا ترى مين اللي هنا ماضي يدل على الماضي؟ احنا عارفين ان last تدل على زمن الماضي البسيط، ده معناه ان احنا محتاجين نستخدم التصريف الثاني للفعل. has هي التصريف الاول لانها مضارع، had هي التصريف الثاني لانها ماضي، will have هذا مستقبل، ما لنا شغل فيه، يبقى الاجابه had. يبقى last week one of my friends had a car accident، تعرض لحادث سياره because بسبب he هو كان ايه؟ driving drives يقود مضارع، was driving كان يقود، is driving يقود his car very fast. اوكي drives اللي فيها الاس مستحيل لان الجمله ماضيه، عرفنا منين؟ اولا في عندك last week هو تعرض لحادث، is مستحيل لان دي برضه مضارع، يبقى الاجابه was driving بينما كان يقود his car very fast. his condition was حالته كانت so، يا ترى so بيجي بعد ايه؟ so good so handsome so beautiful، يبقى so بيجي بعد ايه؟ بيجي بعد الصفة مباشرة. لو تلاحظ هنا جايب لك more dangerous most dangerous dangerous، اكيد هي dangerous، يبقى so dangerous. his condition حالته was كانت so dangerous، خطيرة جدا. that so that قاعدة so that، انت كان عندك مقارنة في القواعد ما بين to to و so that، او مش مقارنة استخدام. was so dangerous that بيجي بعدها الصفر. he spent 3 weeks قضى 3 اسابيع in hospital to get well. it was a lesson he would never forget، انه ما يخلي باله وما يسوقش بسرعة عشان ما يتعرضش لحادث تاني نفس هذا. يبقى انت تحرص وانت بتقرأ انك تعرف فين المفتاح اللي يدل على القاعده ليك. يعني انا هنا المفتاح ان ده فراغ في بدايه الجمله، فعرفت ان انا محتاج اسم فاجيب الفعل اللي في اخره ان جي. هنا لقيت ماضي فاخترت الفعل في التصريف التالي. هنا لقيت ان الجمله كان انا محتاج لسه حاجه في الماضي، لقيت درايفز مضارع واز درايفنج مضارع، وهو تعرض لحادث بينما كان يقود. هو مش موجود كلمه وايل، بس انا فاهم من سياق الكلام ان هو عايز يعرف هو تعرض لحادث وهو كان بيعمل ايه بينما كان يقود. ايه اللي بيدل على حادث كان مستمر في الماضي لفتره من الزمن؟ الماضي المستمر was where فعل في اخر ing. بعدين جت لي كلمه so وكلمه that. انا عارف ان so
ذات بيجي بعد سو صفة، يبقى سو صفة ذات، سو دينجرس ذات. تمام، نيجي للنظام التاني او للشكل التاني من القواعد. هيجي لك تلات اسئلة، كل سؤال عليه درجتين في القواعد. الاسئلة اللي فوق كل سؤال عليه درجة، كل اجابة عليها درجة، يبقى كده اربعة فوق وستة تحت، يبقى 10 درجات. نشوف كده، افعل كما بين الاقواس مطلوب منين ايه. اول حاجة مطلوب منك باسيف. ايه الباسيف؟ باسيف اللي هو المبني للمجهول، المبني للمجهول. ايه المبني المجهول؟ المبني المجهول هو عبارة عن اخفاء الفاعل علشان ما نعرفش هو ايه، وبنركز اكتر على المفعول، على الحاجة اللي حصلت. طيب هل له خطوات؟ طبعا له خطوات. واحد، انت بتبدأ بالمفعول به. اتنين، انت بتجيب لو جملة مضارع is or are، او لو هي ماضي هتجيب was or were. تلاتة، بتجيب الفعل في التصريف التالت. اربعة، انت بتكمل الجملة زي ما هي لو في تكملة. خمسة، طبعا في ناس بتحط باي والفاعل، انا لا بحب احط باي ولا بحب احط الفاعل لان مش مطلوبين، مش مطلوبين. انت المطلوب منك 3 خطوات، تبدأ بالمفعول به is or are was or were، التصريف التالت الفعل، وبعد كده تكمل باقي الجملة لان ملاش اي ذنب يعني نكمل عشان المعنى يكمل. نشوف كده الجملة دي، انا هوضحها لك واحدة واحدة. اول حاجة خلينا نستخدم كده الالوان مختلفة. they، ادي بداية الجملة، ادي الفاعل. بعدين held، اقاموا، ادي الفعل. بعدين to، طلبة كتير طماح مفتكر ان to هي المفعول به. لا، خلي بالك انت لو كملت قراءة to training sessions، كل دي على بعضها هي المفعول به، كل دي على بعضها هي المفعول به، يبقى two training sessions على بعضها المفعول به، جلستين للتدريب. واللي باقي ده جايين كده مجدع معنا جايين كده حلاوة روح. for students about recycling، للطلاب عن إعادة التدوير. أنا يهمني they held two training sessions. ذي ادي واحد، في ناس بتعلم الطلبة كتير، اكتب واحد اتنين تلاتة، ابدأ برقم تلاتة. فهو يوم جاي على رقم تو ويفتكر ان هي دي رقم تلاتة بس، لا، انت لازم تبقى فاهم ان هنا احيانا بيجي لك المفعول به اكتر من كلمة، وممكن يجي لك برضو في البداية. مثلا ممكن يقول لك ماي فريندز، يوم احط الطلاب حاطين على ماي واحد وفريندز اتنين، ضاع يا عين المسكين وهو ما ياخدش باله. ماي فريندز على بعضها هي الفاعل، هنا تو تريننج سيشنز، التلات كلمات دومت هما المفعول به، يبقى هنبدأ الإجابة بكلمة two training sessions. يبقى احنا كده بدأنا بالمفعول به، two training sessions، جلستين تدريبيتين. ها بعدين is or are was aware، طب اختار is or are على أي أساس، was aware على أي أساس. is or are لو الجملة مضارع، was aware لو الجملة ماضي. طيب انا عندي هنا held ماضي، ممتاز، يبقى اختار ما بين was aware، اشوف الفاعل اللي موجود عندي الجديد two training sessions، جمع، يبقى اختار where، ممتاز. وبعد كده احط التصريف التالت للفعل held، هو الفعل اسمه ايه؟ hold، held يبقى زي ما هو held، ويبقى حظك حلو لو الفعل في ed. يا سلام، حظك مية مية. two training sessions where held، جلستين رياضيتين او التدريب اقيمت. نكمل الجملة for students about recycling، وكده الإجابة انتهت في الباسيف. وواحد يقول لي ممكن أكتب يا مستر باي they، هقول لك لا، ما ينفعش تكتب باي they. لو أنت عايز تحط باي أوكي، بس ما تحطش they لأن they لازم تحول إلى them، فما تحطش نفسك في المعضلة هذه، التزم. مفعول به إذا were was aware، تصريف تالت الفعل، وكمل الجملة وخلاص وكيف. السؤال الجاي add tag question. ايه tag question يا شباب؟ tag question هو سؤال قصير يأتي في نهاية الجملة، سؤال قصير يأتي في نهاية الجملة. the doctor، ادي الفاعل، advised، ادي الفعل، ممتاز. احنا محتاجين دول اللي انا علمت عليهم فقط. احنا عندنا هنا مفيش فعل مساعد في الجملة، لان السؤال المذيل او السؤال التأكيدي بيتكون من حاجتين، فعل مساعد مثبت او منفي. لو جملة مثبتة انا بحطه منفي، يعني مثلا هي از بخليها isn't هي. لو في مثلا موجود احمد از، يبقى isn't، مش هحط احمد، ما اقولش isn't احمد، اقول isn't، اعوض بدل احمد هي. يعني انا عندي هنا دكتور، اكيد هنعوض بدلها نحط ايه؟ هي. طيب انا عندي هنا مفيش از ولا ار ولا كان ولا ويل، بس عندي فعل، قال لي لو الفعل مضارع في اس حط doesn't، لو الفعل عادي ما فيهوش اي اضافات حط don't.
لو الفعل ماضي استخدم زي ما هو كده عندي advised، استخدم didn't لان هي دي ماضي. يبقى لما اجي استخدم هنا في التاج question هكتب didn't ها دكتور didn't he. يبقى the doctor advised the patient، الطبيب نصح المريض to go on diet، انه يعمل حمية غذائية صحية او حمية غذائية ما حدش صحية ولا لا. didn't he اليس كذلك، بس didn't he. انما لو كان مثلا the doctor advises اسف فائس، يبقى doesn't he. طب they advise don't they. تمام. today الصورة رقم 20، today is windy، اليوم او الجو عاصف. yesterday was windy too، هو عايز يستخدم هنا ايه؟ as نعمل لون. اوكي هو عايز يستخدم هنا as نعمل ايه يا ابطال؟ today is yesterday was، وهي عندي هنا windy مشتركة. تمام؟ يبقى نقول هنبدأ الجملة كده today اليوم is ها as، اجيب as واحط الصفة windy في رياح as yesterday، ومش هنستخدم to. يبقى انا عملت ايه؟ قلت اليوم رياح او عاصف مثل امس. احنا عارفين ان as بتعمل بتعمل مقارنة او ما بين حاجتين متساويين. هو بيقول لك امس كان الجو في رياح والنهارده في رياح، يبقى النهارده هو بدأ، انا قلبت المعنى، النهارده او اليوم مثل رياح مثل امس، بس هو ده الشكل as صفة as، وتحط today is، وما في طلبة تقوم عاملين today as windy as yesterday، غلط، لازم تحط is او تحط are حسب الجملة اللي قدامك. اتمنى ان شرح سؤال الجرامر يكون واضح لكم كده يا شباب. وهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن close test، قطعة صغيرة بيبقى فيها الاختيارات قدامك، ثلاث اختيارات لكل واحد، اعرف المفتاح عشان تختار صح، وبعد كده هيجي لك افعل كما بين الاقواس. خلي بالك الباسيف اساسي، التاج كويشن اساسي، برضو ميك نيجاتيف اساسي، والمقارنات الموضوع يعني كل قواعدكم مهمة. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وزي ما قلت لك موضوع مراجعة القواعد انا مش متأكد اذا كنت هقدر اعملها ولا لا، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقنا واقدر افيدكم على قد ما اقدر، لان الموضوع بيبقى احيانا صعب بضيق الوقت، وزي ما انتم شايفين الاولاد بيخربوا علينا ساعات. ربنا يحفظه. نروح بعد كده لسؤال التعبير. واو. واخيرا سؤال التعبير. واو 20 درجة، الاختبار من 60، التعبير ل 21، تلت الاختبار في مهارة الكتابة للتعبير. كلنا عارفين ان موضوع التعبير مطلوب فيه 10 جمل على فقرتين، يبقى انت لازم تلتزم بالشكل فقرتين وكم جملة؟ 10 جمل. طبعا بنسيب الفقرة الأولانية قبلها مسافة، والفقرة الثانية بنسيب قبلها مسافة أو قبل أول جملة. الحروف الأولى في كل جملة لازم تكون كابيتال لتر، في نهاية كل جملة لازم تنتبه للفول ستوب، ويفضل إنك توحد الزمن كل تعبير، إما يكون في زمن المضارع أو في زمن الماضي أو في زمن المستقبل. نشوف كده الموجود عندنا ونتكلم. أوكي، a museum is considered one of the most interesting places that attracts people for different ages of different ages. المتحف يعتبر واحد من أهم الأماكن أو الأكثر إثارة التي تجذب الناس من مختلف الأعمار. وبعد كده كتب لك رأس السؤال plan، اعمل المخطط، and write، واكتب، a composition، فقرة، of two paragraphs، فقرتين، not less than، ليس أقل من 10 sentences. وخد بالك بيقول لك not less than، يعني مش مسموح ليك انك تقل عن 10 جمل. وهقول لك كمان شوية احنا بنصحح ليك موضوع التعبير وبنحاسبك ازاي في الدرجات. about، كلمة about كلمة لازم عينك تبقى عارفاها، لان about معناها عن. اللي بعد كلمة about هو موضوع التعبير، اللي بعد كلمة about هو موضوع التعبير. museums يبقى موضوع التعبير بتاعك عن ايه؟ عن museums. explaining بتشرح فيه the importance of building museums and the things that can be displayed there، الأشياء اللي موجودة في المتحف والأشياء التي يمكن أن تشاهدها هناك. وكتب لك ملحوظة نوت
your writing should include كتابتك يجب أن تشتمل على a topic sentence، جملة في بداية التعبير تشمل كده الموضوع، تبقى حلوة تدل على الموضوع كله. supporting details تفاصيل مساعدة. conclusion a conclusion اللي هو الخاتمة. اوكي نبدأ الأول بالجرافيك اورجانيزر، ولكن قبلها احب اقول للشباب اللي بيسالوا موضوعات التعبير بتيجي من المنهج، ايوه موضوع التعبير بيجي من داخل المنهج في المرحله المتوسطه، او ممكن يجي لك حاجه اسمها سيمي ريليتد، شبه متصل بالمنهج، يعني في الاول وفي الاخر مش هيجي لك موضوع تعبير من بره المنهج تماما. يعني مثلا عندك موضوع عن المتاحف يجي لك عن اهميه المتاحف وزياره الناس ليها، ومش هيكلمك عن المتاحف اللي موجوده في الدرس. من المهم جدا ان انت تقرأ كل المواضيع اللي موجودة عندك في الكتاب، لان المواضيع بتفيدك وبتعمل لك اثراء لغوي، لان انت بتعرف الجمل والفكر اللي موجودة في الموضوع. يعني مثال، احنا هنا رايحين نتكلم عن الميوزيومز، انا مجهز الكتاب على صفحة فيموس ميوزيومز اللي هي عندك في الكتاب صفحة رقم 45. في الفيموس ميوزيومز انت عندك 3 متاحف، طارق رجب، لوور ميوزيوم، سميثسونيان انستيتيوشن. اوكي لما تقرأ الـ3 مواضيع دول اكيد هيعطيك افكار ان انت ممكن تستخدمها في موضوع التعبير اللي عندك في الامتحان. يعني انا هنا عندي مثلا collection of over 30,000 museum، عندي مثلا Islamic world، عندي مثلا Muslim world، عندي silver jewelry، عندي collection، عندي objects، عندي pleasure of information، عندي visitors، عندي في كلمات مفاتيح كتير موجودة في الدروس انت ممكن تستعين بيها. historic place, impressive art collection, houses, middle ages, furniture objects and paintings, a large museum, education, search, research complex, 19 museums, national zoo, مثلا founded وأول سنة, shared knowledge. كل المعلومات دي أنا هعمل لك كده منها collection، وهتشوف من جوه الدروس إزاي قدرت أطلع موضوع. طبعا في الامتحان أنت مش هيبقى معاك الكتاب، نشوف مع بعض، عشان كده بقول لك لازم تقرأ المواضيع كويس. الموضوع اسمه ايه؟ لما تيجي تكتب المخطط اول حاجه لازم تكتبها فوق، لازم تكتب العنوان ميوزيومز، المتاحف. طيب ايه المطلوب مني في الجزء اللي جنبها ده؟ هو في الغالب هيجي لك المخطط مرسوم دايجرام جاهز، مطلوب منك تكتب هنا فكره اولى وتكتب هنا عنوان الفكره الثانيه اللي انت هتكتب في الموضوع. انت لو تلاحظ هتلاقيه هو جايبهم لك جاهزين. Explaining تشرح the importance of building museums، يبقى نكتب هنا الفقرة الأولى هتتكلم عن إيه؟ the importance of building museums، والفقرة الثانية هتتكلم عن the things that can be displayed there. أنا ما هكتبين هنا the things that can be displayed there. اوكي يبقى انا كده اول حاجه في المخطط عملت ايه؟ عملت في المخطط فوق العنوان، بعدها انتقلت من المخطط من العنوان الى فكره اولى وفكره ثانيه وجبتهم من الموجودين فوق. يعني هو لو جايبهم فوق جزاه الله خير، هو راجل وضح لي عايز نتكلم عن ايه وعن ايه. ما جابش انا بجيب من عندي فكرتين، في حالة انه ما جابش ممكن انت كمان تستغنى عن الموضوع الفكرتين وتكتب الكلمات الافكار المساعدة مباشرة. طيب عايزين نجيب افكار مساعدة يا شباب، لما تيجي تكتب افكار مساعدة ما انصحكش انك تكتب كلمة واحدة، حاول تكتب فعل ومعاه اسم او صفة هيفيدك كتير. يعني مثلا the importance of building museums، اهمية بناء المتاحف، يا ترى بيساعدنا عليه؟ نفكر مع بعض كده. مثلا share information، صح؟ بنشارك المعلومات، تمام. واحد تاني يقول لك importance of building museums، أهمية بناء المتاحف، مش بس مشاركة معلومات، ده مثلا tell us about the past، بيخبرنا عن الماضي. جميل. طيب عندك أفكار إيه كمان عن أهمية بناء المتاحف؟ عن أهمية بناء المتاحف مثلا keep يحتفظ ب old paintings، الرسومات القديمة أو اللوحات القديمة. جميل.
بيحتفظ بإيه كمان، أو في إيه كمان البناء المتاحف. مثلا attract visitors، بيجذب الزائرين. ممتاز، شفت أنا كتبت جمل إزاي؟ مش ما كتبتش جمل، آسف، كتبت أفكار شبه جمل، حاجات تساعدني في كتابة موضوع التعبير، وهعلمك إزاي برضو تكتب كمان شوية. يبقى في أهمية بناء المتاحف أنا كتبت share information، يشارك معلومات، tell us about the past، بيخبرنا عن الماضي، keep old paintings، يحتفظ بالرسومات أو اللوحات القديمة، attract visitors، يجذب السياح. أوكي، نروح للجزئية التانية، the things that can be displayed there، إيه اللي ممكن يتعرض هناك؟ art collections، المجموعات، اللوحات. ايه كمان ممكن يتعرض هناك؟ ممكن يتعرض هناك old مثلا silver objects، الاغراض او الاشياء الفضية. ايه كمان؟ old manuscripts، المخطوطات القديمة. انت لو تلاحظ انا بكتب كلمات مش موجود عندي كلمات مساعدة، ولكن بناء على اللي أنا قرأته في الدروس وعارفه واللي أنا حافظه من المنهج كمان. إيه كمان كان بي ديسبلاي ذير؟ إيه كمان ممكن نلاقيه معروض هناك؟ ممكن نلاقي مثلا art collections، silver objects، old manuscripts، ممكن نلاقي مثلا نقول إيه old أو ancient. ancient برضو معناه قديم، صح؟ ancient ancient calligraphy، writings، بس هي كده كده ancient calligraphy، أو يعني مثلا أنا عايز أقول فن الكتابة القديم، هي تمشي. أو ممكن نقول إيه historical، هيستوريكال نلاقي فيها ايه؟ تاريخي، عايزين نقول حاجة تاريخية حلوة كده. هيستوريكال 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 مابس مثلا، خرائط. نقول هيستوريكال، انا عايزك تفكر، شوف انا بعمل ايه، انا قاعد اعصر في دماغي اكتب ايه. هيستوريكال ايفنتس، احداث تاريخية، مش عجباني. هيستوريكال كاركترز، شخصيات تاريخية، مثلا تماثيل وكلام ده، ماشي نخلي دي. يبقى أنا بفكر، أنا بعمل، بعصر في دماغي، في ذهني كده، علشان أجيب أفكار أحطها. هل لازم أكتب نفس الكلام ده؟ لا طبعا، أنت هنا بتعبر بأسلوبك. طب إيه فايدة المخطط؟ المخطط هو لوحة الإرشادات والتعليمات، زي ما بتبقى داخل منطقة جديدة كده، بتلاقي يقول لك قطعة واحد، قطعة اتنين، قطعة تلاتة، دوار، قطعة أربعة، الالتفاف التاني، تلاقي مكان. انت بترسم خريطة لموضوع التعبير اللي انت رايح تكتبه. خلينا نكتب موضوع التعبير، احنا عرفنا دلوقتي الموضوع عن ايه. طبعا هنكتب كل شوية، لاني برجع فوق واشوف احنا كتبنا ايه. هنتكلم عن موضوع التعبير. في عندك فوق في بداية التعبير جملة جميلة جدا، A museum is considered one of the most interesting places that can attract people of different ages. احنا ممكن نستخدم الجملة دي في التعبير لو انت حبيت، على فكرة، لان الجملة صحيحة وسليمة 100%. ولكن احنا نبدأ ونقول كالتالي، لما تيجي تكتب اول جملة هنكتب بالشكل ده، I will write about the museums. طيب ممكن اغيرها؟ طبعا ممكن اقول نفس الفكرة، I will write about the importance of building museums. أنا سوف أكتب عن أهمية بناء، أو أهمية بناء، أيوة، المتاحف. طيب خلي بالك أنا سبت فراغ قبل الجملة، أول حرف كابيتال في نهايتها فول ستوب. نشوف الفكرة الأولانية كتبت إيه، share information. طيب they، هما مين they؟ اللي هي الميوزيومز. they share، هما بيشاركوا in information. تلاحظ ان كلمة information مش هتيجي مظبوطة في الكلام. طيب ممكن اعمل ايه؟ او رايح مسحها كده وابدأ من السطر التاني، ابدأ من نفس المسافة، لا من اول السطر. information
and and knowledge. يعني ايه knowledge؟ معرفة. ما بتخسرش لما اضيف حاجة زيادة. اوكي، بيشارك معرفة ومعلومات. الفكرة اللي بعدها كتبناها tell us about the bus. They tell us about the past of the country of the world. للعالم. تمام، حبيت تقول tell us about the past بس وتوافق، اوكي ما فيش مشكلة. بعد كده keep old paintings. They keep old. شفت old كفت فكتبتها. Paintings safe. بيحتفظوا باللوحات القديمة بأمان أو آمنة. Attract visitors. They attract visitors. يجذب انتباه او يجذب السياح او الزائرين. لو انت عايز تستخدم كمان اللي موجوده فوق attracts people of different ages، يعني ممكن اقول visitors of different ages. شفت انا بستخدم كل حاجه موجوده قدامي وما بتعبش نفسي. of different ages لازم تكون ذكي على قد الاختبار. ما هو جاي يختبر مهارتك، انت برضو تكون مهارتك تذكرها كويس وتقدر تستفيد من كل ذرة موجودة في الاختبار انت تستفيد بيها وتستخدمها لصالحك. تمام، انت كتبت كده كام جملة؟ I will write about the importance of building museums. ادي واحد. عرفت منين؟ في فول ستوب هنا. They share information and knowledge. ادي اتنين في الفول ستوب، وبداية الجملة اللي بعدها كابيتال وبتاعتها واخرها نقطة. They tell us about the past of the world. ادي تلاتة. They keep old buildings safe. Painting safe. ادي اربعة. They attract visitors of different ages. ادي خمس جمل. تمام، نعمل ايه بعد الجملة الخامسة؟ نطوف سطر. افضل انك تطوف سطر وتبدأ تكتب الفقرة التانية. خلي بالك، شوف انا بدأت منين، سبت مسافة نفس المسافة اللي في اول فقرة بالظبط. تمام، الفقرة التانية هتتكلم عن ايه؟ The things that can be displayed there. Now I will write about. أنا سوف أكتب عن the things، الأشياء that can be displayed in museums. حبيت تقول there زي ما احنا كاتبين فوق، اوكي. حبيت تكتب زي ما احنا كتبنا دلوقتي برضو، اوكي، كله صح وزي الفل. تمام، نشوف كده art collections. يا ترى ايه اللي موجود هناك؟ يبقى نقول they. السطر الرابع بيخلص، يبقى ابدا من اول مسافه، من اول السطر ولا سيب مسافه؟ من اول السطر. they display they display art collections. مرة واحدة ونريح نفسنا، ما نطولش على نفسنا. بيعرض أو بيقدم أو بيظهر أو بيوضح art collections، مجموعات فنية. silver objects. they also display. طب أنا عايزك تغير كلمة display. they show، يوضح أو يبين. ها، silver objects. حبيت تضيف مثلا للزائرين for visitors or the visitors. خلي كده موضوع قوي وحلو لما بتخلي الجملة قوية ولها معنى وكيان. اوكي، بعد كده old manuscripts. they have او they keep old manuscripts. مخطوطات القديمة، هم بيحتفظوا بمخطوطات قديمة. historical characters. museums houses تشمل أو تتضمن historical characters.
او famous historical characters، شخصيات تاريخية مشهورة. واو، كتبنا موضوع التعبير، اتمنى ان هو يكون كده واضح بالنسبة لك. I will write about the importance. احنا قررنا اول نقرا التاني. Now الان I will write about the things that can be displayed in museums. They display art collections. They also show silver objects for visitors. They keep old manuscripts. Museums. احنا هنا غلطنا في غلطة صغيرة. Museums house. ليه؟ لأن الاسم هنا جمع، فلازم الفعل يجي فيه، ما يجيش من غير اس. أنا أعتذر عن هذا الخطأ. Museums house. أنا كنت بفكر كاتب a museum. Museums house famous historical characters. ومن هنا نيجي لنقطة صغيرة، لازم أراجع موضوع التعبير اللي أنا بكتبه، ما أكتبش وأمشي، لازم أراجع الموضوع وأشوف أنا كتبت إيه كويس وأقرأ وأتعامل معاه وأراجع وأفلتره. لو أنت بتكتب في زمن المضارع تنتبه، زي ما أنا بصيت كده الجمع، شوف هنا they يبقى الفعل من غير اس، they الفعل من غير اس، they الفعل من غير اس. طب لو موجود مفرد، للأسف هنا مش كاتبين مفرد، لو موجود مفرد يبقى الفعل بتاعه في اس. يعني مثلا he keeps، he shares، she keeps، okay، a museum houses. تمام. آخر حاجة أحب أوضحها لك، في زي ما قلت لك في البداية rubrics for checking writing. إحنا لما بنيجي نصحح موضوع تعبير بنصححه بناء على، خلي بالك من المعلومات اللي أقولها لك الجاية، علشان في طلبة كتير في الامتحان بيقول أنا ضاعت مني درجات ومعرفش هي ضاعت مني في إيه. هنا أدي جدول، وفي عندنا هنا برضو أدي مخط، أدي البيانات من التوجيه. بلاننج المخطط عليه كام درجة؟ عليه 3 درجات. يعني المخطط اللي انت بتكتبه عليه 3 درجات. المخطط اللي انت كاتبه فوق ده عليه كام درجة؟ عليه 3 درجات. في سادس وفي سابع عليه درجة واحدة، في تامن عليه 3 درجات. في سادس وفي سابع عندهم الكلمات المساعدة موجودة جاهزة، في تامن انت بتكتب من عندك الافكار وبتكتب كل حاجة، انت ما عندكش فقط الا اسم الموضوع وممكن يقول لك اتكلم عن ايه، على الفكرة الرئيسية الأولى والفكرة الرئيسية الثانية، وبعد كده أنت بتكتب من عندك الأفكار من دماغك. عصفك الذهني وتعبك ده ليه 3 درجات. فرجاء لما تيجي تكتب الأفكار المساعدة اكتبها كويس، وما تكتبش كلمة واحدة، يفضل تكتب كلمتين أو 3، ما تكتبش جمل. مش عايزينك تكتب جمل، عايزينك تكتب أفكار ترشدك، زي ما أنا استخدمتها كده شير انفورميشن، فقلت they share information. عرفت؟ they help us to share information. أنت ممكن تكتب ب100 شكل الجملة، مش شرط اللي أنا اشتغلت بيه. ابداعك وتفكيرك لازم تطوره، لازم تتدرب مره واثنين وثلاثه وعلى الموضوع نفسه. انت لو جيت تكتب الموضوع تاني مستحيل تكتبه بنفس الصيغه. انا لو قفلت الفيديو ده وجيت اشتغل معاك موضوع جديد عن الميوزيوم مستحيل اكتبه بنفس الافكار، هفكر في حاجات تانيه وهكتب جمل تانيه وهكتب موضوع مختلف تماما. ممكن يكون اي في جمل متشابهه بس هتلاقي الصيغه اختلفت، ترتيب الجمل اختلف. تدريب. نشوف بعد كده. يبقى عندنا البلاننج المخطط عليه كام؟ عليه 3 درجات. exposition of ideas and occurrence افكارك والجمل بتاعتك عليها 10 درجات. انت هتكتب 10 جمل ب10 درجات، ده معناه ان لو في جملة واحدة ناقصة انت بتنقص درجة. طب لو انا زودت، لا لو زودت هتتحاسب عليها لو اخطأت فيها، فيفضل تلتزم بال10 جمل ما تزيد، لانك لو زدت ممكن تعرض نفسك للخطأ. ولكن لو انت متمكن ومتماسك اوكي توكل على الله زي الفل. paraphrasing and the number of sentences عدد الجمل والصياغه اللي انت كاتبها انها ماشيه في سياق واحد والكلام الجمل ما متابعه بعضها بتسلسل حلو كده اللي بيقرا يفهم بسرعه عليه 3 درجات. ايه ده انت مش قلت الايدياز؟ ان انت بتكتب الافكار والجمل عليه 10 درجات، عدد الجمل بتتحاسب عليه. لو انت نقصت هتنقص فوق في ال10 درجات دول ما بتنقص درجه، وتنقص برضو في عدد الجمل تنقص لك درجه، يبقى انت نقصت مرتين. جرامر كل الاخطاء اللي في الجرامر القواعد اس من غير اس ماضي عليه درجه واحده، فلازم تكتب وما يهمكش لو انت غلطت. انت تكتب واستاذك يصلح لك او ولي امرك يراقب معاك ويتابعك ويقول لك صلح دي اكتب دي، لا هنا دي الخطا في الجرامر، ولا يهمك. اكتب جمل، اكتب جمل الافكار، لازم على الاقل تكتب 10 جمل. طب انا بغلط يا مستر في الجرامر في القواعد، ما عليك، كل ده عليه كام درجة؟ درجة واحدة فقط للاخطاء في القواعد. اكتب وما يهمكش، اهم حاجة توصل انك تكتب موضوعك صح. سبيلنج الاملاء كل الاخطاء الاملائية للكلمات اللي انت خايف انك تكتب غلط، مثلا في حرف في حرفين الكلمة دي ما طلعتش مظبوطة،
عليها درجة واحدة. اكتب، يبقى أخطائك في القواعد عليها درجة، في التعبير كله أخطائك الإملائية في التعبير كله عليها درجة واحدة. هاند رايتنج، الكتابة بتاعتك والبنكتويشن والترقيم اللي هو مسافة في أول التعبير، الحروف الكابيتال، النقط، كل ده بنديك هدية لو أنت التزمت بيهم عليه درجتين. يبقى أنت من ال 20 درجة عرفت توزيعتها إزاي؟ يعني من الآخر سؤال التعبير ده سؤال درجات، أنت ممكن تحصل فيه درجات كتير مش زي ما أنت فاهم. مش ما يعني تعبير أنا ضعت، لا طبعا، تعبير إحنا بنهديك درجات. اكتب أفكارك، اكتب جملك، اتدرب على الكتابة من دلوقتي مرة واتنين وتلاتة وأربعة إن شاء الله تكتب 20 موضوع. في الأول وفي الآخر أنت مطالب إنك تنتج أفكار وتحطها في قالب سليم على شكل موضوع تعبير، فقرتين 10 جمل، هتاخد درجاتك على النظام ده. ابدأ اكتب الأفكار، على كل جملة بتكتبها أنت بيتحسب لك درجات زيادة. أتمنى لكل طلابنا التوفيق إن شاء الله. الصف الثامن إن شاء الله. أتمنى إن عرض المحتوى واضح ليكم. مع تمنياتي ليكم بنجاح وتوفيق، وما تنسناش صالح دعاك دعمك للحلقة الحلوة دي عشان توصل لعدد كبير. لايك، واعمل شير كمان، في عندك زرار شير تحت أو مشاركة للناس على الواتساب على التليجرام، فيد الناس. أشكركم وأتمنى لكم نجاح وتوفيق، وأي حد عنده استفسار عنده سؤال أنا جاهز. حياكم، معكم إسلام طاجن، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.